يعني نقدر نقول زميلي امير تحدي جديد وقوي النهارده الحقيقه. ماميلودي سان داونز فريق مميز جدا، ويمكن ليه صولات وجولات كثيره جدا مع فريق النادي الاهلي، تركيز كبير كالعاده. مباراه يمكن هي الاهم يا امير طبعا في هذه المجموعه، لان انت عارف طبعا مباراه ليها حسابات خاصه، ويمكن كمان مباراه على ارضنا. فان شاء الله باذن الله التحضيرات الجيده جدا اللي لمسناها الحقيقه خلال الايام الماضيه، رغم ضيق الوقت والضغط الكبير والتلاحم الكبير، لكن نقدر نقول الحقيقه يعني تحيه كبيره جدا لبيتسو موسيماني واللعيبه، ان هي قدرت ان هي تعمل ريكفري، قدرت ان هي تحضر بشكل كبير جدا لهذه المباراه. فيمكن ان شاء الله باذن الله تمنياتنا بكل التوفيق للنادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي عليه دور كبير، اللعيبه، الجهاز الفني، الكل النهارده، المنظومه بالكامل النهارده لابد يكون في تكاتف كبير جدا جدا للخروج بهذه المباراه بنتيجه تساعد النادي الاهلي في المجموعه، وان شاء الله تكون خطوه مهمه جدا وكبيره جدا ان شاء الله. احنا نداءنا وجمهور النادي الاهلي، نداء ال11 الاهلي ده من اول مباراه طبعا في البطوله. فان شاء الله باذن الله كل تمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. كالعاده طبعا زميلي امير، اليوم الاعتيادي الخاص طبعا بمعسكر فريق النادي الاهلي في فندق الاقامه القريب جدا من استاد القاهره لاستقبال هذه المباراه. يعني اقدر اقول لك في هذه اللحظات المحاضره الفنيه الاخيره لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي، يعني محاضره طبعا بتوقيتنا طبعا هنا 5:30، المحاضره طبعا بتستغرق نص ساعه. الراجل بيحاول طبعا ياكد على اهميه المباراه، الراجل قاري بشكل كبير جدا الحقيقه بماميلودي سان داونز، لكن في متغيرات كثيره جدا وفي امور عديده جدا، الناس عندها اكيد رغبه كبيره جدا، ويمكن فريق سان داونز بيمتلك عناصر مميزه، لكن احنا كمان عندنا لعيبه ثقتنا كبيره جدا فيهم، الاهلي بمن حضر يمكن دي مش شعار ولا كلمه شفناها الحقيقه على ارض الواقع. يعني فده كان امر مهم جدا الحقيقه للنادي الاهلي ومدى تركيزه في التدريبات الاخيره. ايضا كمان عايز اطمنك بشكل عام على الحاله المعنويه والبدنيه والذهنيه والتحضيريه ايضا كمان لكل اللعيبه الحقيقه. احنا غياباتنا عديده امير، لكن المتواجد طبعا في القائمه ان شاء الله باذن الله يكون على قدر المسؤوليه كالعاده، يكون في تحدي ويكون في عزيمه كبيره جدا، مفيش بار النهارده. فيمكن الامور دي ان شاء الله باذن الله محتاجه تركيز كبير جدا من اللعيبه، دخولنا في المباراه، حاله اللعيبه، كل الامور دي يا رب ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي، والتاكيد على دور الجمهور. 5000 مشجع متواجدين ان شاء الله متواجدين بالكامل، مؤازره من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني هو هدف الجمهور هو ان هو يشجع اللعيبه ويؤازرهم، وهدف اللعيبه هي تسعد جمهور النادي الاهلي. فان شاء الله باذن الله العوامل وكل الظروف اللي معانا النهارده باذن الله، النهارده كمان طاقم التحكيم يكون موفق معانا ناخد حقنا في المباراه. لكن امر الفار ده مهم جدا الحقيقه، احنا عايزينه يكون عادل بس يعني قبل المحاضره وفي على طول طاقم التحكيم مش اكتر. يعني بالظبط يا امير، يعني بالظبط الفرقتين كبار وكل يعني حاجه وامكانيات كبيره هنا وهنا، لكن دايما بنطالب كنادي اهلي يكون التحكيم عادل، الحكم يكون عادل في الملعب، ما يكونش عنده يعني أي توجهات أو حاجة. يعني بالظبط كده يا امير طبعا. ويمكن كمان اللعيبه يعني خلاص مش هننزل للفار بقى، عايزين نستغل انصاف الفرص، دخولنا يكون جيد، حاله اللعيبه، كل الامور دي ان شاء الله باذن الله نقدر نحسمها بشكل كبير جدا ان شاء الله في هذه المباراه. لكن بطمنك يا امير بشكل عام، يعني رغم الغيابات الكبيره جدا اللي عندنا طبعا في قائمه الفريق، وليد سليمان، متولي، حمزه علاء، ايمن اشرف، بدر بنون، صلاح محسن، عمار حمدي، اكرم توفيق، كوك، عدد كبير جدا ولعيبه ليها ثقل كبير جدا طبعاً. لكن ان شاء الله باذن الله ال11 المتواجدين، اختيار بيتسو موسيماني، قيادته الفنيه الرائعه والممتازه الحقيقه اللي بنشوفها في المباريات الكبيره ان شاء الله النهارده باذن الله يستمر قيادته الفنيه من خارج الخطوط. وايضا كمان المباراه راجل مقسم المباراه اكيد على مراحل، وعارف طبعا نقاط القوه والضعف والثغرات، لكن ان شاء الله باذن الله الظروف تكون معانا النهارده امير باذن الله في هذه المباراه. بسال يا كريم على حاله بعض اللاعبين العائدين لقائمه الاهلي في مباراه اليوم تحديدا. يعني مثلا عايز اسال على علي معلول مدى جاهزيته لهذه المباراه، لانه مفتاح مهم جدا بالنسبه للاهلي في كل مبارياته في الحقيقه. بسال كمان على بيرسي تاو، لان البعض بيقول ان بيرسي تاو مش جاهز بنسبه 100%، او ان هو ممكن ما يشاركش في مباراه اليوم، لكن هو متواجد في القائمه. عايز اطمن على الاثنين دول تحديدا ومدى جاهزيتهم للماتش. يعني هضم كمان معاهم محمد عبد المنعم، يعني اقدر اقول لك منعم، علي معلول، بيرسي تاو، ثلاثي جاهز يا امير، بدنيا وفنيا جاهز. علي معلول جاهز بنسبه 100% وان شاء الله يكون مشارك بشكل اساسي في هذه المباراه. محمد عبد المنعم ايضا كمان برجولته الكبيره المعروفه عنه ان شاء الله يكون ليه دور كبير ويكون ليه مؤثر النهارده. بيرسي تاو يعني اقدر اقول لك ممكن يكون في تحفظ شويه على الدفع بشكل اساسي طبعا في بدايه المباراه، لكن ورقه رابحه وورقه مهمه جدا لفريق النادي الاهلي، هداف الدوري يا امير، انت عارف طبعا 5 اهداف، ليه ثقل وليه وزن، وعارف كمان كل الثغرات وكل نقاط القوه ضعف مع فريق سان داونز، عارف الامور دي كلها. لكن هو التحفظ طبعا بشكل طبي عليه، انت عارف طبعا اللاعب بيبقى راجع من اصابه، بيحاول ان هو بس ياخد كام تمرينه فيها احتكاكات فيها، لكن طبعا ضيق الوقت والتلاحم الكبير جدا ما اداش فرصه لبيرسي تاو ان هو يظهر في تدريبه بشكل كامل بقوه يعني. لكن ورقه مهمه جدا، بنعمل ان شاء الله باذن الله التوليفه والتشكيل يكون ليه دور كبير جدا في هذه المباراه، والمجموعه بقى كلها بشكل عام يعني منعم، علي معلول، محمد هاني، ياسر، كل اللعيبه دي ان شاء الله باذن الله تكون فايقه بلغه الكوره النهارده، يكونوا مركزين من اول دقيقه.
اكد على هذا الامر امير جمهور النادي الاهلي هيكون له دور كبير جدا جدا النهارده ان شاء الله باذن الله، هو ان شاء الله يكون سبب الفوز مع الاصرار الكبير والعزيمه المعروفه عن كل لعيبه النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي باذن الله يحقق اللي مفيش فرقه حققته في افريقيا ان شاء الله باذن الله، ان احنا نحصل على اللقب الثالث على التوالي ال11 اهلي ان شاء الله يكون في دوري بطولات النادي الاهلي. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، ان شاء الله باذن الله 11 تكون في دولاب بطولات النادي الاهلي. زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي كان معانا من فندق الاقامه الخاص بالفريق قبل مباراه اليوم.